لا وين نقف؟ أكل شوية بعدين الفطر ده بيوصل للأكل بيوصل ليه؟ للأكل يعني حد العصر يا يبقى لك فيها محافظة بالدم بتاعها ميديا الدم برضو نفس برضو النظام برضو مش مرحبا تفضل دكتورة مانا صورها بجيبة واحدة في الحرارة ما يتبعش بقى يعمل كده دي كلها أمراض يعمل كده يعمل كده هو يقطع لحمة بيحطها يقطع المنطقة من اليم ويعملوا يبيعوا للناس كبابجية بقى والحاجات دي في انت في ده غير شرعي دي محاجة ده مكهرب مش مكهرب شرع ساعات في حاجة تانية هناك بيه ده بتروح للكبابجات في مول المحل